والله نبدو ان شاء الله بشهر 5 حصاد الزرع، نجو احنا والعائله والاصحاب وابن العم وصغار اختي وصغار اخوتي كله نجو نحصدوا ونتوكلوا على الله وندير الشاهي والزميطه والتمر والعجين، معناها مفرشكين الحمد لله، ما فيش حاجه. ممكن كلنا نحصدوا ونجتمعوا جميع على هذا الزرع والقصيبه تحصد فيها الحصاده، اما احنا نحصدوا في الزرع، نحصدوا لمده 15 يوم 20 يوم، وبعدين يجي الدراس ندرسوا بالالات وبالرباطه والتريبيا. وطبعا محيش يجوا العائله نكرروا في يا زرع نجل شاكل من جل، هذه خرجه والاخرى ترجع، انا هذه نكرروا فيها على اساس ننسوا في العائله باش تحصد وتقوم بمجهود ذاتي مزبوط، مش ندوروش احنا في الحصاد راهو غاليه بألف ولا 200 ولا 100 ولا، ندوروا في التراث الاول. ارتفاع الاسعار الاعلاف من قله الحرث، من قله حرث الناس قبل المنتوج اللي عنده شوي يعطي فيه منتوجه هو، اليوم شاديني كله على العلفه، امتى تجي العلفه امتى تجي العلفه. انا ننصحهم يحرثوا العام الجاي، يحرثوا كل، ما تخلوش روحكم بلا حرث، عيب عليكم. حتى ما جاش مليح وجفاف عندك شويهات ياكلن ولا تبيعها ولا تدير له كل شيء.